موجز لأهم وآخر الأخبار. أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار خروج المدنيين من المدن والبلدات التي ما زال يسيطر عليها المسلحون في الغوطة الشرقية، وذلك عبر معبر الوافدين. وأوضح بيان للوزارة أن أكثر من 1700 مدني غادروا أمس مدينة دوما في الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن نحو 23,000 شخص غادروا مناطق في الغوطة الشرقية عبر معبر الوافدين فقط منذ نهاية فبراير. وبموازاة ذلك، قال المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء فلاديمير زولوتوخين إن العدد الإجمالي للسوريين الذين خرجوا من الغوطة الشرقية لمساعدة مركز المصالحة منذ بداية الهدنة الإنسانية يتجاوز 106,000 شخص. أفادت مصادر يمنية بمقتل 22 مسلحا من الحوثيين، بينهم قياديان في سلسلة غارات للتحالف العربي استهدفت تعزيزات للجماعة في بلدة الراهدة على الطريق بين محافظتي لحج وتعز جنوب غربي اليمن.